السلام عليكم، إن شاء الله راح نبلش شرح آخر شابتر في المادة. آخر شابتر في المادة بحكي لي الفلو انكوندد. هذا هو الشابتر تبعه، ما بحكي عنه أي إشي، بس إنه حد هيدلوس إحنا بدنا نحسبه مش معطى. طيب إحنا قبل ما نفوت في هذا الشابتر لازم نراجع كم شغلة أخذناها بشابتر 4، واللي هي أنواع الفلو. أنواع الفلو، في عند اللامينار فلو. اللامينار فلو هو السائل بيتدفق بشكل انسيابي، بيكون موازي للسطح، بتحرك السائل بشكل سلسي. يعني بيكون السائل، يعني لو هذا الأنبوب تلاقي السائل هيك ماشي مستقيم انسيابي. اللامينر التربنت، لا التربنت بيكون زي هيك عشوائي بشكل عشوائي، موقع نسبيا متفاوت التذبذب بسيط. الترانزيشن بيناتهم الثنتين، يعني يكون مستقيم بصير انسيابي، مستقيم انسيابي. عشان نعرف أنواع الفلو كيف حسابيا ومش عن نظر، نستعمل رينولد نمبر أو رينولد إكسبرمنت. رينولد نمبر بكل قانونها في اللي هي السرعة ضرب الديميتر ضرب الرو على الميو، وإحنا بنعرف من تو إن الرو على الميو بيعطيني الكينماتيك فيسكوسيتي. بصير القانون، الأغلب القوانين راح نستعملها هذا القانون في في دي على في سمول، حيث في الفيلوسيتي والديميتر والفي سمول اللي هي الكينماتيك فيسكوسيتي. ممكن نسميه الانيرشال فورس على الفيسكوس فورس. الانيرشال فورس اللي هي الام في اي، الفيسكوس فورس الشير ستريس في اي. طبعا قسمتهم مع بعض بيطلع معي هذا القانون، بس ما في داعي للاشتقاقات، المهم مصطلحات. تبعت التجارب ووجد العلماء انه اذا كان الرينولد نمبر اقل من 2000 بيكون لامينر، اكبر من 2000 4000، وبيناتهم بيكون ترانزيشن. وإذا كان بيناتهم بيكون ترانزيشن. يعني سمبل اكزامبل، سمبل اكزامبل، مثال بسيط بحكي لي 40 مليمتر ديميتر، يعني ديميتر 40، إذا ووتر عنده 20 درجة سلسيوس، كريت ذا لارجست فلو كيو ويتش لامينر فلو كان بي اكسبكت إذا الفي سمول 1 في 10 قوة سالب 6. شو بحكي لي؟ بحكي لي عشان أنت تتوقع يكون لامينر، لامينر فلو يعني كم رنود نمبر 2000، بيقول لي اوجد الكيو. انا بعرف انه الرنود نمبر بيساوي الفيلوسيتي متر على الفي سمول. يلا رنود نمبر 2 لانه هو قال لي بدي اياه لامينر، قال لي تيربلنت باخذ 4000. الفيلوسيتي بده اياها، هو بده بده الكيو. الديميتر 40 مللي يعني 0.04، وهاي 1 في 10 وسالب طلع قيمة الفيلوسيتي بضربها في الاريا بعطيني كيو. تطلع معي الفيلوسيتي 0.05 بضربها بالاريا، الاريا باي على 4 في الديمتر تربيع، بطلع قيمة الكيو. بطلع معي قيمة الكيو، هذا الرقم الصغير، هذا مثال بسيط. بس نرجع لمعادلة الانيرجي، نرجع لمعادلة الانيرجي. معادلة الانيرجي كويشن حكينا هي بي على جاما زائد بيت 1 زائد الفا 1 في 1 تربيع 2 جي زائد الهيد بومب بتساوي بي 2 على جاما زد 2 زائد الفا في 2 تربيع 2 جي زائد هيد توربين زائد هيد. وحكينا اذا ما عندي بين النقطتين باخذهم بمب بعتبر لاكس بمب صفر، اذا ما في بيناتهم توربين بعتبره صفر. هيد لوس حكينا بكون معطى، هسه احنا بدنا نحسبه في هذا الشابتر. هسه راح اجي احكي لك انه الهيد لوس راح ينقسم لنوعين. هيد لوس ملخص بسيط، الهيد لوس ينقسم لنوعين. الاول هو ماينر أو major losses، major losses اللي بنسميه إحنا بعد friction losses. وحكينا اللي friction هو مصطلح ناتج عن viscosity، الفيسكوس بس نسميه، زائد minor losses. هسه friction losses بحدث في الأنابيب، يعني لما يكون في أنبوب مية بتتحرك، زيت بتتحرك، زيت بتتحرك، دي انا فريكشن او فيسكوس لوسز لازم، هذا احنا بدنا نحسبه. والماينر لوسز برضه احنا بنحسبه. الماينر لوسز بيكون من سبب كومبوننت، كيفين بسبب كومبوننت؟ طلع عندي على هذا الشكل، هذا الشكل عندي انا هذا خزان، عندي هذا خزان، عشان انقل مي من هون لهون من خزان هذا لخزان هذا احتجت انبوب. هون في عندي فريكشن لوسز في الانبوب، هنا احتجت البو، هاي اللي بسموها زي الكوع، هاي بتنقل المي زي هيك، المي يعني انه بتيجي زي هيك. بس هاي لحالها بتعمل لي ماينر لوسز. بعدين احتجت بامب عشان يرفع لي الهيد، بعدين احتجت تي عشان ترفع لي هاي، وعندي كمان البو، كمان عندي البو وعندي هاي، وعندي هنا فالف، الفالف اللي هي الحنفية زي ما تقول. بتلاحظ كل هاي العوامل
هاي كلها بتعمل لي ماينر لوسز، كل واحد فيهم له قانون بحسبه بطلع لي ماينر لوسز. ما هي الهيد لوسز؟ الهيد لوسز واحد ميجر واحد ماينر. الميجر بنسميه فريكشن لوسز او فيسكوس لوسز، الماينر لوسز بيكون بسبب تغير اتجاه السرعه للتدفق مثلا بي او فالف اللي مثل حكينا عنها. هسه نيجي للفريكشن لوسز، نيجي للفريكشن لوسز عاده صن طاقه بالواي بالانبي بنسميه اتش فريكشن، اتش اف يعني الفريكشن لوسز، بيكون بسبب اللزوج او الاحتكاك. مهم جدا تعرف شو هو الميجر لوسز. اول شيء الميجر لوسز حكينا هو اللي بسبب اللزوجة، تمام. هسه بدنا نشوف على شو بيعتمد وعلى شو ما بيعتمد. اول شيء ما بيعتمد على الضغط، يعني ان شاء الله الضغط مليار، الضغط واحد، الضغط صفر ما بيعتمد عليه. بتناسب طبيعيا مع طول الانبوب، يعني كل ما زاد الطول بزيد اللوسز، تمام. بتناسب عكس مع قطر الانبوب، يعني كل ما زاد القطر بقل الهد لوسز. بتناسب طردي مع السرعه، هو اجباري اذا بتناسب عكسي مع الانبوب بتناسب طردي مع السرعه. راح تسالني ليش؟ طب ما هو اذا زاد الدايميتر تقل السرعه، اذا زاد اللوسز تقل السرعه هكذا او لا نفس الشيء، زادت اللوسز زادت السرعه وقل القطر. تعتمد على خشونة البوب أو نوعه الرثنس اوف ذا بايب، الرثنس اوف ذا بايب. يعني هيك احنا بنقدر نحكي انه الميجر لوسز او الفريكشن لوسز، خلينا نثبت هذا المصطلح، هو عبارة عن بيت المد على depend on velocity بشكل طردي direct، يعني directly proportional proportional link برضو تاريخي proportional تبدأ تقول بشكل طردي تمت على الرثنس للبايب للخشونة. ما بالعادة يعني كل ما زادت الخشونة بزيد اللوسز. بيعتمد كمان على الديميتر بالانجليزي inversely بشكل عكسي inversely proportion. كمل انت الحال. بالتالي بقدر اقول عندي انه اتش فريكشن بتناسب بتناسب اشارة تناسب طردي مع الفيلوسيتي ومع الطول وعكسي مع الديميتر. بس ما بقدر احكي انا فيلوسيتي ضرب لينث على ديميتر، هسه الاكتف فريكشن بوحدة المتر، وفي عندي انا هاي نسبة التناسب بطبها بحط مكانها اف، يعني بتصير اف في ال على دي في، ما بس بقدر اخليها لحالها، فبروح بقول لك دي تربيع ضرب 2 جي، تمام؟ بتصير هاي معادلة الاكتف فريكشن اللي راح ناخذها في هذه المادة، تمام؟ ما لازم نرتبها اكثر يعني، لانه مكان اشارة التناسب اف والاف هذا يونتلس، فعشان انا خلي الاشي بالمتر بحكي في تربيع، تمام. المهم عندي معادلات لحساب الفريكشن لوسز، عندي كثير معادلات، عندي الدارسي ويسباخ في الهازن ويليام، وعندي المانينج، وعندي تيزي، وعندي سريكلر. انا يعني بطور الفيديو حاليا انا اخذت الثلاث طرق هذول، الدارسي والهازن والمانينج، اما تيزي والسريكلر ما اخذته بصراحه، هذول للماستر، تمام. يعني اللي بكمل ماستر. واحنا في مادة الفلويد راح ناخذ الدارسي ويسباخ، في مادة الهيدرو راح تاخذ الهازن والمانج. احنا راح ناخذ اول معادلة، معادلة الدارسي. معادلة الدارسي بقول لك هي عبارة عن اقتران بين اللينكث والديميتر والفيلوسيتي وخصائص المائع يعني لزوجته والرفنس للبايب، مثلا لما يكون الفلويد تربلنت، تمام. كله هسه عشان اربطهم مع بعض، بعد الاشتقاقات الطويلة طلع معي الهيدلوس هو ضرب ال تدي في تربيع على 2 جي، المعادلة الأساسية. احفظ هاي، احفظ هاي. بس إذا حاب تحفظ الثانية مش غلط، بالثانية كيف هاي أجت؟ ببساطة عملت هاي دولار بدك تحفظها بالثنتين. ببساطة الفيلوسيتي كيو على أريا، والأريا هي باي على 4 ديميتر تربيع. لما تربي هذا الشيء بصير كيو تربيع باي تربيع للأربعة بتصير 16، ودي تربيع بتصير دي قوة 4، بتنزلها لتحت بتصير هاي دي قوة 5، وهاي التربيع وأنا في بالعندي بالقانون 2، والستاش طلعت فوق 8 على 2 بتصير 8، 2 بتصير 8. هاي المعادلة، هاي المعادلة هي
هي الأساسية. إحنا خلينا إحنا راح نلتزم بهاي بعض الأسئلة ممكن نحتاجها. أنا بقول لك ما في داعي تحفظها، بتقدر تحط الفيرست كيو على أريا بيطلع معك الجواب معك نفسها. هسا ال سهل، وطول الأنبوب والدي اللي هي الديميتر سهلة، والفلوس الموطأة للأف. الأف هون المصيبة بالأف. هسا الأف، الأف اقتران بين رونالد نمبر وشي اسمه ريلاتيف، شي اسمه ريلاتيف رثني، ريلاتيف رثنس، مش الرثنس اللي يخشون لها، ريلاتيف رثنس واللي هي عبارة عن اي على دي. اي هي الرثنس اللي هي بتعتمد على رونالد بوب، والدي اللي هي الديميتر. ممكن هاي تسميها كي اس، بالكتاب اسمها كي اس سلايدات اي، هي بتحكي كي اس على دي او اي على دي، إيه اقتران بينهم. فما راح نلتزم بالاقتران بحالة واحدة، الباقي راح نحتاج منحنى اسمه مودي ديجرام. مودي ديجرام هو من أهم الأشياء اللي راح تستعملها في الامتحان، مودي ديجرام. فبالتالي الفريكشن فاكتور مباشرة راح أسألك من وين بتجيب الفريكشن فاكتور، بقول لك من مودي ديجرام. يلا فنيجي نحكي هون الفريكشن فاكتور اقتران بيعتمد على النمبر والاي على دي، او ممكن نسميها كي على دي، واللي هي الريلاتيف رثنس، هي بنجيبها جدول او موطاه بتعتمد على نوع الانبوب. الفريكشن فاكتور من رسم نجيبها اسمها مودي ديجرام. هسه بقول لك اذا الفلو لامينر يعني الرن نمبر اقل من 2000، مباشره بتقول لي الفريكشن فاكتور هو 64 على الرن نمبر. وانا مثل ما انت هسه بتقرا الفيديو القانون راح تستعمله في حتى اسئله الامتحان، الفريكشن فاكتور هو 64 رينولد نمبر، تستعمله في الامتحان، في أسئلة الامتحان راح تستعمله. يعني انت لما تحل تطلع معك رينولد نمبر مثلا 500، انت ما بتروح المودي ديجرام مباشرة، بتيجي لهون بتحكي 64 500 معك جواب. قانون انسى، قانون انسى احذفه، هذا راح نجيبه احنا من الرسمة، بنجيبه من الرسمة بدنا شيئا. هنيجي هسه لمودي ديجرام، نيجي هسه لمودي ديجرام. طبعا راح نشرح كيف من مودي ديجرام، وفي الفيديوهات الجايه راح يكون حل اسئله يعني، وبخلص الشابتر ان شاء الله. ندخل عند الماينر ريسز، ماينر ريسز ما في مودي ديجرام، هو مودي ديجرام، هو مودي ديجرام. بعدين احكي لي الشكل المقسم لعده مناطق. اول منطقه منطقه اللامينر، هذا الخط نفسه ال 64 على الرتب، عشان هيك لا تلتزم في هذا الخط، اعتبره يكون موجود في الرسمه. انت قانون احفظه، 64 على النمبر. عندي هاي المنطقة المنقطة اللي هي دامجة بين هاي المنطقة، منطقة لامينر مال الترانزيشن، برضو هاي مش مهم كثير اللي هي عاطل القانون، بس انا بعد ما نستعملها. بعدين في عندي انا هون خط منقط، هذا الخط المنقط كثير مرتب، الخط المنقط المنطقة اللي فوقه هي اسمها فولي تيربلنت. يعني فولي تيربلنت، فولي تيربلنت يعني هو تيربلنت بشكل كامل، يعني السرعة ما بتستفيد منها مشان طلع الفريكشن فاكتور. يعني الفريكشن معنى فولي تيربلنت، الفريكشن فاكتور هو الاف، لا يعتمد على السرعة. تمام، يبقى هسه كان الفريكشن فاكتور ما بيعتمد على السرعة، بس الفريكشن فاكتور شو بيعتمد؟ بيعتمد على رينولد نمبر، وبيعتمد على اي على دي. اذا الفريكشن فاكتور السرعة راحت، شو بضل الـ A على D؟ يعني انت مباشرة ما تكون اي اشي فوق الخط المنقط بتروح بتجيب الـ A على D. افرض الـ A على D طلعت معك 0.06، تيجي هون شو بتعمل؟ بتمشي خط مستقيم، تمشي خط مستقيم مهالي، هاي 0.03، هاي 0.031 الفريكشن فاكتور. شو بتقدر تحكي؟ انه لما يكون عندي فولي تيربلنت بمشي خط مستقيم مباشرة، لما يكون عندي مشي خط مستقيم مباشرة. طيب إذا ما كانش فولي تيربلنت يعني تحت الخط المنقط، يعني بهاي المنطقة شو بعمل؟ بعتمد على رينولد نمبر. شو بسوي؟ بجيب رينولد نمبر، افرض انه رينولد نمبر بنطلع عندي هون 10^3، 10^4، 10^5، 10^6، 10^7 وهكذا. 10^5 يعني هاي 10^5، 2 في 10^5، 4 في 10^5،
10 قوة 5، 8 في 10 قوة 5، 10 قوة 6، هكذا. يعني أنا عندي طلع 10 قوة 5، بعد بين الخط هذا أنا خط 10 قوة 5 و 10 قوة 6، أجي عندي رقم 10 قوة 4 هون، هاي رقمين بين 10 قوة 4، أفرض إنه طلع عندي 2 في 10 قوة 4، عندي الإي على دي مثلا 0 في 3 أصفار 6، شو بعمل أنا؟ بجي بخط مستقيم، لا، بجي بمشي طلع رول النمبر خط عمودي زي هيك، وبعدين بجي بمشي مستقيم مع المنحنى لحد ما أوصل الخط المنقط، وصلت الخط المنقط هون، بعدين شو بعمل؟ بطلع الكيرف، بطلع هيك مع الكيرف، لحد ما أتقاطع مع الرنود نمبر، افرض أتقاطع هون، شو بتعمل؟ مش مستقيم، الفريكشن فاكتور 0.025. ما إذا أنت كنت حافظ بتروح بتقول لي والله مباشرة بدي أمشي خط مستقيم، بتطلع قديش بيفرق معك الفريكشن فاكتور من 0.017 0.025، بيفرق معك كثير، فالحل بيطلع صفر. خذها قاعدة، ما أنا يكون عندي تحت الخط المنقط الرنود نمبر، تحت الخط المنقط الرنود نمبر والإي على دي، تحت الخط المنقط لازم أمشي مع الكيرف، ماشي ماشي مستقيم بس أوصل الخط المنقط امشي مع الكيرف طالع لحد ما اضرب بالرند نمبر، لما اضرب بالرند نمبر بمشي مستقيم. هي فكرة المودي دايجرام، هذا الحكي انا شرحته تقريبا، يعني هون ضارب مثال، وانا عندي هاي 0.022 رند نمبر عندي 10 قوة 6، بطلع خط مستقيم من هون، بطلع خط مستقيم من هون، بمشي لحد ما اوصل الكيرف، وصلت الكيرف هون بعمل بطلع مع الكيرف، بطلع الكيرف مع الكيرف زي هيك، بعدين نقطة تقاطع بمشي مستقيم عندي 0.025. هسه كل شيء كان معنا الرنود نمبر كذا كله معنا، ما عدا الاي على دي، معنا الدايميتر بس معناش الاي. الاي من وين بجيب؟ من تيبل، هذا التيبل معنا، هاي الاي اللي هي نفسها كي، هاي الكي بتعطيني بوحدة مليمتر، وده السؤال بالفيت باخذه بالفيت، نرجع المليمتر. نفرض نوع الأنبوب، بيجي بالسؤال بيقول لي نوع الأنبوب مثلا كاست ايرون، كاست ايرون، كاست ايرون كم من اي لها؟ 2.6، كم؟ 0.26 مليمتر، يعني لازم لما احكي اي على دي تكون هاي بالمليمتر وهذا بالمليمتر، او هذا بالمتر وهذا بالمتر، يعني حول الوحدات. الرقم اللي بيطلع من نتج قسمتهم بيجي لهون، بشتغل مودي ديجرام طبيعي. هسه طبيعة الأسئلة، الأسئلة ممكن أن تكون عندي بثلاث أنواع، نحكي هاي ونوقف الفيديو. ثلاث أنواع، أول إشي إنه هو نوع الأنبوب، بيعطيني الريلاتيف روثنس، بيعطيني الكيو أو السرعة، وبيعطيني القطر، وبالتالي إيش أنا بكون؟ أنا بطلع القانون الأساسي H فريكشن F في L على D في V تربيع 2G، هو أعطاني الفيلوسيتي الكيو، اعطاني الديميتر، كم اعطاني ديميتر وفيلوسيتي، او اعطاك ديميتر وكيو، يعني جاب لك فيلوسيتي، اعطاك هاي، اعطاك هاي، اعطاك هاي، ايش انت ناقصك؟ ناقصك الاف، الاف من وين بجيب؟ مودي دايجرام، دلالة السرعة، دلالة الديميتر، دلالة الفيسكوسيتي، فشو بعمل؟ اطلب مني الفريكشن فاكتور، اطلب مني الاتش فريكشن، تمام. الحالة الثانية من الاسئلة، لا، الحالة الثانية من الاسئلة ديك القطر، طبعا نوع الأنبوب ناقصك كيو، ناقصك كيو، شو بصير عندي؟ بصير عندي ريال اند ايرور، شو بتعمل؟ بتصير معك الفريكشن، معك ومعك الاتش فريكشن كمان، نعطيك الهيد لوسز، معك هذا، شو ناقصك؟ ناقصك الفيلوسيتي، ناقصك الفريكشن. طيب ما هو الفريكشن بيعتمد على السرعه، مش بيعتمد على الرود نمبر، من الرود نمبر على السرعه، شو بعمل؟ بتصير تفرض السرعه، تفرض الفريكشن فاكتور، وتطلع السرعه، تروح تشتغل مودي دايجرام، رجع الفيلوسيتي، هكذا. طبعا هلا هي طبيعه الاسئله، انه عندي مجهولين. الحاله الثالثه اصعب اطول، اللي مش ممكن تيجي في الامتحان اصلا، هو انه يعطيك الكيو، يعطيك السرعه، مش يعطيك السرعه، يعطيك الكيو، يعطيك الاتش فريكشن، ويكون ناقصك الديميتر فريكشن فاكتور، برضه بدك تضلك تفرض لحد ما توصل للفريكشن فاكتور. هي طبيعه ثلاث اسئله. هسه احنا ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نحل، هنحل أمثلة للثلاث حالات، خلص الماجر بس، وإذا عندي المانوس. يعطيكم العافية.